السلام عليكم. من جديد يعود إلى السطح حديث رهاب الإسلام أو الخوف المرضي من الإسلام، وهو ما يعرف عالميا بالإسلاموفوبيا، وذلك بعد تصعيد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من خطابه المثير للجدل الذي حاول فيه ربط الإرهاب بالإسلام، مثيرا بذلك موجة غضب كبيرة في العالم الإسلامي وانتقادات داخلية في فرنسا نفسها. تصريحات ماكرون جاءت بعد قتل مدرس فرنسي نشر في الصحف رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي سيلا من التساؤلات عن دوافعه من هذا الموقف المتشدد من الإسلام. منها: هل اختار ماكرون أن يكون رأس حربة في تيار فرنسي وأوروبي يتبنى خطابا معاديا للإسلام؟ وإذا ما كان كذلك فلماذا؟ أم أنه ماكرون سياسي يريد أن يستجمع به شعبيته المتهالكة بمغازلة الأحزاب ذات اليمين بعدما ضعفت شعبيته عند نظائرها في ذات اليسار؟ في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نتوقف مع خطاب العداء للإسلام الذي يتنامى في أوروبا حتى وصل إلى رأس السلطة في واحدة من أهم الدول الأوروبية كفرنسا، ومستقبل هذا الخطاب على مسلمي القارة العجوز. أهلا بكم. لن نتخلى عن الرسومات وإن تقهقر البعض. بهذه الكلمات بدأ الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون خطابه الذي يعزز العنصرية والكراهية ضد الإسلام والمسلمين، ليخرج ما كانت تكنه الصدور ولم يستطع لباس الديمقراطية إخفاءه، الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين وغضبهم في العالم. حملة كبيرة من المقاطعة للبضائع الفرنسية وأخرى على المستويين الرسمي والشعبي استنكرت ودانة خطاب ماكرون الذي أصر فيه على مواصلة الإساءة للإسلام والمسلمين، فضلا عن تصدر وسم إلا رسول الله ومقاطعة المنتجات الفرنسية على منصات التواصل الاجتماعي. أما صحيفة واشنطن بوست فقد انتقدت خطاب ماكرون عن الإسلام معتبرة أن الإصلاح لا يكون بتشويه صورة المسلمين. المقاطعة للمنتجات الفرنسية أسفرت عن تكبد الاقتصاد الفرنسي خسائر كبيرة، وهو ما جعل الخارجية الفرنسية تطالب بالعدول عن قرار المقاطعة. الجالية المسلمة في فرنسا التي يبلغ تعدادها نحو 6 ملايين نسمة عانت الكثير من خطاب الكراهية ضد المسلمين، والذي تبنته الدولة على لسان رئيسها ماكرون. كذلك كانت الداخلية الفرنسية قد شنت حملة ممنهجة أغلقت بموجبها 73 مسجدا وجمعية منذ بداية العام الجاري بذريعة ما سمته التطرف الإسلامي. وفي أول تعليق للأمم المتحدة على الرسومات المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، حذر الممثل الأممي السامي لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس من مغبة إهانة الأديان والرموز الدينية، مؤكدا أن حرية التعبير ينبغي أن تحترم بالكامل المعتقدات الدينية لجميع الأديان. هذا الموضوع نطرحه على طاولة الحوار مع ضيفينا في الاستوديو، الأستاذ صبري سميرة أستاذ العلوم السياسية، وعبر سكايب من مدينة بون في ألمانيا الأستاذ نبيل شبيب الكاتب الصحفي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك أستاذ صبري. مواقف الرئيس مانويل ماكرون رئيس فرنسا ليست وليدة اليوم حقيقة، ولا وليدة البارحة بعد مقتل المدرس الفرنسي، لها سلسلة مواقف سابقة لدرجة أنه قال إن الإسلام يعيش أزمة في العالم كله. رئيس دولة علمانية وتتزعم العالم في المنهج العلماني، ما الذي يدفع هذا الرئيس إلى إظهار هذا القدر الكبير من معاداة الإسلام على حد ما يقول حتى مراقبون فرنسيون أنفسهم؟ بالطبع لفهم الصورة يجب أن نفهم كيف تدرج ماكرون في هذا الخطاب، ولم يأتي فجأة عندما جاء وبدأ يضرب على هذا الوتر بكل هذه الحساسية، لكن الآن هناك موسم انتخابي، هناك تنافس سياسي شديد جداً، هناك معارك قادها ماكرون من قبل لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولم يفلح، خاض عدة انتخابات يبحث عن عدو يستهدفه لكي يخلق شعبية له. هذا لا يعني أن ليس لديه أفكار أصلا عقائدية أو أيديولوجية أو سياسية أو فكرية تجاه الإسلام والمسلمين ومستقبل أوروبا وعلاقتها بالإسلام وما إلى آخره، لكن التوقيت الآن لماذا يتصاعد هذا الخطاب؟ أعتقد الذي زاد من هذه الحرارة هو مواضيع الانتخابات والتنافسية الشديدة. في المقابل هنالك سياق في العالم الغربي كله وفي أوروبا له علاقة في صعود التيار اليمين المتطرف المتشدد ذو الأصول والنزعات الدينية والأخرى أو العنصرية حقيقة، وهي الإنسان الأبيض والثقافة الأوروبية والعرق الأبيض واستعلائها على الآخرين. هنالك رعب شديد في العالم الغربي خاصة في أوروبا من تزايد عدد المسلمين،
ومن دخول الكثير من أبناء المسلمين سواء حتى في أمريكا وفي غيرها وغيرها إلى مواقع متقدمة. لذلك هنالك صراعات كثيرة جدا. يأتي ماكرون ليعبر عن جزء من هذه الحالة الصراعية التنافسية، سواء البعض فسرها بأنها صراع حضارات أو هي صراع محلي أو إلى آخره، ممكن أن نعرج عليها في تفاصيل كثيرة جدا في هذه الحلقة. نعم. طيب أذهب إلى الأستاذ نبيل، يعني منذ أسابيع يبدو ماكرون كما لو أنه يصعد تصريحاته تجاه الإسلام، فمرة يصف أفعال خشنة للمسلمين بأنها تطرف إسلامي أو إرهاب إسلامي، ومرة يقول إن الإسلام يعاني من أزمة. برأيك يعني على مستوى التوقيت، إلى أي مدى تتفق مع مقاله ضيفنا بأنه مرتبط بأحداث سياسية داخلية فرنسية، أو أنه يعني يبحث عن شيء آخر من وراء هذه التصريحات؟ يعني أولا أتفق مع ما قيل قبل قليل بشكل كامل، إنما يمكن أن أضيف بأن ماكرون الواقع لا يأتي بجديد. ماكرون سبقه ساركوزي، ساركوزي الواقع كان تهجمه على الإسلام والمسلمين أوضح من ذلك في كثير من الحالات. وعندما دخل ماكرون المعركة الانتخابية الواقع دخلها يحاول اكتساب فيها صوت المسلمين، أصوات المسلمين آنذاك في فرنسا، فاستخدم لغة أخرى غير اللغة التي نشهدها الآن، ثم عرج الآن عندما هبطت شعبيته وأصبح أمام مشاكل عديدة جدا في داخل فرنسا، تحول من جديد إلى محاولة سحب البساط من تحت اليمين المتشدد في فرنسا، يعني لوبان وغيرها، الواقع سحب البساط، وهذه طريقة الواقع يصنعها الساسة الأوروبيون منذ فترة. فلذلك لا ننظر إلى ماكرون كظاهرة ماكرون، وإنما كظاهرة عامة منتشرة في البلاد الأوروبية في الغرب عموما، الواقع إلى حد كبير أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ترامب شهدنا أشياء كثيرة، من قبل في عهد بوش الابن أيضا شهدنا أشياء كثيرة. فهذه الظاهرة الواقع الآن موجودة، إذا أردنا أن نجمعها تحت كلمة واحدة جمعها الواقع هينغتون عندما تحدث عن الصراع الحضاري، فهو هناك نوع من الخوف من الواقع أن تظهر الحضارة الإسلامية من جديد، لأنها تعطي الإنسان كل ما لا يعطيه الغرب في الوقت الحاضر على المستوى يعد به في الحقوق في المواثيق إلى آخره، ولكن في نهاية المطاف الواقع هناك عدم مساواة، هناك ظلم اجتماعي، هناك الواقع كمثل الحريات في كثير من مجالات مقابل إعطائها في مجالات أخرى، بالتالي الإسلام الواقع لا يصنع ذلك. فيبدو أن هناك نوع من التخوف هذا مصدره، وليس مصدره فقط ما يقولون عن الإرهاب. الواقع الإرهاب ظاهرة جانبية في هذا الإطار، ظاهرة جانبية ولدت في الغرب، لم تولد في الأوساط الإسلامية. يعني أول ما بدأ الغرب، فرنسا بصورة خاصة معروفة بأنها أول من اختطف طائرات، طائرة قيادة الثورة الجزائرية آنذاك، والولايات المتحدة الأمريكية لم تكن بعيدة عن ذلك. هذه الظاهرة بمجموعها الإرهاب ولادة غربية، أيضا مجموعات التنظيمات التي نشأت لا أتحدث عن الاستعمار الفرنسي أو فترة الاستعمار، وإنما أتحدث أيضا عن التنظيمات الداخلية في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة، التي تميز بين إنسان وإنسان وتستخدم العنف بصورة خاصة لتحقيق أهدافها، وانتقلت في وقت متأخر جدا إلى الجهات التي أصبحت ترفع عنوان إسلامي، يعني تنتحل الإسلام عنوانا لها في ممارسة الإرهاب، والإرهاب مرفوض على جميع الأحوال. طيب جميل أستاذ صبري، القضية ربما تكون أعمق وأبعد وأكثر تجذرا من قضية أنه موسمية، انتخابات سياسية، انتخابات رئاسية مقبلة في فرنسا، وتعرف أن في فرنسا الانتخابات بعد عامين يعني عام 2022. ثمة من يقول بأن تنمر إذا صح التعبير ماكرون على الإسلام في بلاده هو انعكاس لتيار فكري وسياسي في فرنسا ينظر من انطلاقا من مخاوف حقيقية على المجتمع الفرنسي الذي فيه 6 ملايين مسلم يوميا يزدادون من الفرنسيين من المعتنقين للإسلام. إلى أي مدى تتفق مع هذا التحليل؟ يعني الموضوع له جوانب كثيرة، وأنا أتفق مع كل ما ذكره الضيف الفاضل الدكتور شبيب أيضا وبإضافاته المهمة جدا. هي ليست ماكرون وليست حتى ساركوزي، هي ظاهرة عالمية من العالم الغربي، من النخب، بعض النخب الغربية الأوروبية ذات الأصول الأوروبية التي تنظر إلى العالم باستعلائية، أن العرق الأبيض هو الأهم، الديانة المسيحية هي الأهم،
أن لهم الحق في الهيمنة والسيطرة والاستعمار وغيره، لذلك هاي النزعات موجودة. لكن أستاذ صبري، يعني في المحور الثاني سنتحدث عن الظاهرة الغربية وفي أوروبا عموما، لكن الآن في الشأن الفرنسي إلى أي مدى يمثل مخاوف أو خوف حقيقي لدى النخب الفرنسية من الإسلام؟ الذي أراه بكل موضوعية، المسلمون الآن في فرنسا تحديدا وفي أوروبا عموما وفي الغرب لا يشكلون خطرا على أي مجتمع. لكن هل هنالك ما معنى الخطر هنا؟ بمعنى أنهم سيأتون ليستولوا أو يطبقوا حكم الشريعة، هذه الشعارات اللي تطلق في العالم الغربي بما فيها أوروبا ليس هذا المطلوب. ليس هذا الفكرة المطلوب. الفكرة ما هي؟ هذا النتيجة النهائية. إذا ذهبنا إلى بعض الاستراتيجيين والمفكرين الغربيين، نعم هم يطرحوا هذه القصة بزوايا أخرى ذكرت بعضها في كلمتي الأولى. هنالك مثلا البعد الديموغرافي، ازدياد أعداد المسلمين. لكن لو أخذناها بموضوعية، 5-6 مليون مسلم في فرنسا، كنت أتساءل قبل فترة أين هم الآن في موضوع الإسلام والمسلمين والتهجم ماكرون وساركوزي وغيره على الإسلام والمسلمين؟ أعتقد المجتمع ضعيف جدا، ليس هنالك نخبة إسلامية أو مسلمة تتصدى بكل فعالية. رغم ذلك نجد كل هذا الهجوم. المسألة بحاجة إلى تفسير آخر. التفسير أن هذا مجتمع مستضعف، هنالك هجمة عليه، هؤلاء السياسيون لم يجدوا شيئا ليتذرعوا به لكسب الدعم الانتخابي وغيره إلا الضرب على هذا المجتمع الضعيف الذي جاء من مجتمعات ديكتاتورية بحثا عن رزقه، هربا بحياته إلى آخره. ومع ذلك وجود المسلمين في فرنسا ليس منظما، ليس قويا، ليس خطيرا، ليس فعالا. لماذا إذن كل هذا الضرب ورفع الأعيرة إذا صح التعبير؟ هنالك سياق عالمي، هنالك سياق أيضا حكوماتنا ودولنا العربية والإسلامية في حالة صراع دائم تدعيه مع الإسلام السياسي وغيره وخطر الحركات الإسلامية. إذن هم الآن أصبحنا نحن في عالم صغير وقرية صغيرة. ماكرون يستفيد من هذه الإسلاموفوبيا والتخويف من الإسلام وظاهرة ما سموه طويلا الإرهاب الإسلامي، وسبقه كما ذكر الدكتور شبيب وغيره إرهاب غربي وأوروبي شنيع جدا في العالم. لذلك نعود إلى فرنسا، أنا أعتقد هي استغلال، هي ليس هنالك حقيقة لا خطر مجتمعي ولا اقتصادي ولا سياسي وغيره من أن يتصدر ويقود فرنسا المسلمون الموجودون في فرنسا، وليس هناك خطر على تغيير الهوية الفرنسية. يعني جزء من عدم خروج المسلمين 6 مليون في فرنسا إلى شوارع فرنسا، أنا باعتقادي المتواضع أن أصلا معظمهم تفرنس، يعني مش كثير مسلمين في فرنسا يرفعوا راية الإسلام والتدين، تجد منهم كثيرا يتصرف مثل باقي الفرنسيين في العلاقات الأخلاقية والاجتماعية وبين الجنسين وغيره وغيره وغيره. فهم يحملوا الموضوع أكثر من طاقته، وهنالك جزء من ما يسمى الصراع الحضاري والهوياتي يمكن أن نعرج عليه. لكن في فرنسا ليس هنالك خطر، لكن البعض يحذر أنه في قابل الأيام قد يحدث. تحدثت عن نقطة مهمة، خطر ديموغرافي. إلى أي مدى تشعر أن النخبة السياسية قلقة من التمدد الديموغرافي الإسلامي في فرنسا؟ بالحسابات الأمنية الاستراتيجية الكبيرة جدا، نعم هم يجب أن يكون لديهم شعور ليس الخطر، بأن هناك متغير كبير سوف يجري، لأن الهرم السكاني لدى البيض في أوروبا ينعكس وعدد المهاجرين يعني مستوى الفتوة عندهم الأطفال والشباب عالي جدا. هؤلاء سوف يكونوا في الجيش وفي الحكومة وفي الصناعة وفي العمالة وإلى آخره، بمعنى آخر غدا هم القوة الضاربة الانتخابية السياسية غيره غيره. لكن هل هذا معناه أن هؤلاء سوف يغيروا ثقافة وغيره في فرنسا؟ هذه قضية أخرى ليس لها علاقة، لكن يبقوا هم محضن رئيسي. لو جاء طرح إسلامي قوي، دعنا نفكر بمخاوفهم، ووجد أمامه 6 مليون مسلم، حتى لو كانوا ليسوا من دعاة تطبيق الإسلام لكنهم يبقوا مسلمين، هويتهم إسلامية، إذا شعروا بقوتهم وأعدادهم الديموغرافية التي تتحول إلى قوة سياسية ومن ثم قوة في صنع القرار، يخشى البعض نعم أن يستغلوها لتغيير ثقافة وهوية المجتمع. حقيقة نقطة مهمة أشرت إليها عندما قلت بأن هذه المجتمعات المسلمة تمتلك القوة الفتوة التي يمكن أن تكون القوة الضاربة في المؤسسات المهمة. إذا وجد نخبة مسلمة إسلامية توجهها بطريقة أخرى، هنا يأتي الخوف. نعم. عطفا على ما ذكرته أريد أن أسأل أستاذ نبيل، في ألمانيا، يعني عطفا على ما قاله، هناك تصريحات حديثة لماكرون يقول فيها لقد قصرنا على مدى عقود في دمج المسلمين ضمن المجتمعات الفرنسية. إذا ما ربطنا ما قاله ضيفنا في الاستوديو من أن هناك قوة إنتاجية شبابية مسلمة في فرنسا برغبة ماكرون بدمج المسلمين في المجتمع الفرنسي حتى لا يكون مجتمعا مسلما قائما بذاته، سؤالي هو ما المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ماكرون في مواجهة الإسلام إذا ما صح التعبير، خصوصا وأنه يتمترس بحكومة على رأسها وزير داخلية يوصف بأنه من أشد المعادين للإسلام والمسلمين؟ يعني الواقع كلمة دمج على لسان ماكرون تعني ذوبان،
يعني هو يريد أن يقضي على ما يميز الإنسان المسلم. عندما تحدث في خطابات انتخابية في على هامش الانتخابات البلدية قبل فترة وجيزة في فرنسا، وقع كان حديثه متى عن مصافحة بين الرجال والنساء، ما علاقة ذلك الواقع بإسلام سياسي أو بإسلام يخشى منه إلى آخره؟ إنما الدمج الذي يريده هو دمج على الهامش. أستاذ نبيل، على الهامش يتحول. فرضية الإسلام السياسي ليست مطروحة إلا في بعض البلدان العربية، ليس هناك خطاب غربي عن الإسلام السياسي. نعم، يعني هو لا يتحدث عن البلدان الإسلامية أو العربية، الواقع هي بشكل عام يعني تكاد تمارس سياسة أقرب إلى ماكرون منها إلى سياسة بلدان مستقلة. يعني أقول هو الحقيقة يتحدث عن ذوبان الإنسان المسلم الذي يعيش في الغرب أو يعيش في فرنسا، هذا الذي يريد. في تقريركم قد ذكر أيضا أكثر من 100 جمعية إسلامية الواقع قد أغلقت، ومسجد إسلامي قد أغلق خلال من بداية العام إلى الآن، يعني قبل أن تحدث هذه الأزمة الآن التي أحدثها ماكرون من خلال خطابه المعروف لما اتهم الإسلام بالأزم بأنه مأزوم في كل أنحاء العالم ليس في فرنسا فقط. يعني أنا أضيف شيء اللي قاله الواقع الفيلسوف الفرنسي أو المفكر الفرنسي أونفري، ميشيل أونفري، وكتبه وحاور به أيضا في إطار بعض المحاورات في فرنسا. يعني عندما يقول بأن فرنسا تحتاج كالولايات المتحدة الأمريكية إلى عدو بديل بعد سقوط الشيوعية، فإلى حد كبير يقوم أيضا هذا أحد الجوانب التي يجعله يتحرك داخل فرنسا وخارجها تجاه ضد الإسلام وضد المسلمين. يمكن أن يمضي خطوات أبعد بكثير مما مضى به حتى الآن، وقد هدد بذلك فعلا، يعني قبل أن يلمس أن هناك رد فعل ضخم من داخل البلدان الإسلامية على المستوى الشعبي وجزئيا على المستوى الرسمي، الواقع هدد بأشياء كثيرة من خلال خطاباته وتعليقاته، على خاصة الواقع الآن في قضية تركيا ومشاكله مع تركيا والرئيس أردوغان. هل القضية حكر أو قصر على فرنسا فقط أم أنها امتدت إلى سائر أنحاء أوروبا؟ هذا ما نبحثه بعد فاصل قصير. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن ظاهرة رهاب الإسلام في الغرب أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا وأثرها على المسلمين هناك. أستاذ صبري، برصد إلى الخطاب للخطاب السياسي، وأنت عشت في الغرب فترة طويلة، مدة طويلة عفوا، من خلال رصد لهذا الخطاب ما تجود به وسائل الإعلام، الكتب، المنابر الثقافية، إلى أي مدى يمكن القول سواء في فرنسا أو في أوروبا أو حتى في الغرب عموما، يمكن القول إن رهاب الإسلام أو الخوف المرضي من الإسلام صار ظاهرة غربية أم أنه فقط تحركه مناسبات سياسية؟ يعني بقراءتنا للتاريخ نجد بأنه العنصريات والخوف من الآخر نتيجة للجهل بالآخر ولا نتيجة لتحشيد قوة ضد الآخر، هذا موجود عبر التاريخ. يعني دعنا لا نغفل هذه النقطة. الآن نحن في مرحلة زمنية تاريخية أن العالم انفتح على بعضه، كما سميته قبل قليل أصبح قرية صغيرة، وسائل النشر والمعلومات والتواصل كثيفة جدا، في لحظة ما يصدر أحدهم كلمة فيهتز لها العالم أجمع يتفاعل معها إلى آخره. هذا لا يعني بحال، وهنا أريد أن أحذر من واقع الخبرة العلمية والعملية والمعيشية في الغرب في أمريكا مثلا لسنوات طويلة جدا ومتابعة مستمرة، هذا لا يعني أن الشعب الأمريكي أو الشعوب الأوروبية أو الشعوب الغربية في جيناتها حقد على الإسلام وعلى المسلمين. هنالك خوف زرعه البعض
أو تولد نتيجة لقضايا معينة أو للحشد الإعلامي أو لأجندات سياسية وفكرية وإيديولوجية ودينية. يعني إذا أردنا أن نأخذ مثلا المجتمع، أي مجتمع غربي، كم نسبة التدين فيه سواء في أمريكا ولا في فرنسا؟ نجد أن نسب التدين منخفضة جدا. أمريكا تعتبر أكثر دولة غربية متدين، ورغم ذلك كم الذين يمنهجون أو يتصرفون سياسيا وفي الحياة العامة وفي التعامل مع الآخر بناء على دينهم، الإحصائيات تقول قد لا يتجاوز 30%. يعني 70% من الشعب الأمريكي موضوع الدين مش هو الأساسي في نظرته إلى الآخر، أو حتى الناحية العرقية أو إلى آخره. نعود لفرنسا وهي أقل جدا. فرنسا تدعي بأنها علمانية، وهي كذلك بالنسبة لتاريخها وتطورها. إذا موضوع الإسلاموفوبيا ليس هو الأساس، هنالك من يصعد ويفعل بصورة جدا لأجندات أخرى. مرة أخرى دعنا لا نقع في هذا الفخ بأن كل الشعوب تعادي وتكره، لكن هل هنالك فهم سيء ومشوه للإسلام؟ نعم، هذا نتيجة من؟ كما ذكر، جزء منه مسؤولية المسلمين وجزء منه مسؤولية من يسعر مثل هذه الحروب لأسباب وأجندات دينية، تيارات دينية أو أيديولوجية أو سياسية أو غيره. يأتي السياسيون فيغتنموا هذه الفرصة ويهيجوا بأطروحاتهم مثل هذا الكلام في الإعلام وإلى آخره، فيخلق حالة إضافية لتسعير موضوع الإسلاموفوبيا وإلى آخره. يعني لحظة نكتشف أن العالم كله يحارب داعش ويحارب الإرهاب، ولحظة لا نسمع بذلك في الإعلام. إذن هنالك أجندات، هنالك حقائق في قلوب الناس وفي عقولهم وفي ثقافتهم، وتتطور وتتغير، وأنا أقول بأنها باتجاه إيجابي عالميا. حتى هذه الهجمات الشديدة التي تصب على رأس الإسلام والمسلمين تخلق بوابات كثيرة للغربيين للذهاب والبحث عن ما هو الإسلام. لذلك وجدنا في آخر 20 سنة أكبر نسبة من دخول الإسلام في المجتمعات الغربية، رغم تسويء الصورة كأنه مصداق لحديث رسول الله بعز عزيزا أو بذل ذليل يدخل الإسلام إلى آخره. لكن النقطة باختصار شديد أن لا نقع في مطب أن الإسلاموفوبيا قدر مستمر، لأنه هذا أيضا يأخذ بنا إلى مرحلة أخرى بأن نحن في صراع أديان وصراع حضارات، مسألة منتهية. عندي أنا قناعتي الشخصية بأنه هذا عكس، يمكن عكسه إن تماما إذا اتبعنا آية وتعارفوا ليت إن خلقناكم من ذكر، والثانية تعاونوا على البر والتقوى. إذن نحن الآن بين جدليتين، هل العالم يتجه إلى التعارف والتعاون والانفتاح والتسامح وغيره والرحمة للعالمين، أم هو يتجه نحو الذبح والسلخ كما شهدنا في كل؟ أنا أعتقد رغم كل هذه الصدمات، هاي المرحلة في التاريخ هي قد تكون الأنضج في التاريخ البشري من ناحية استيعاب الآخر، رغم كل هذه الإسلاموفوبيا والهجوم الشديد على الإسلام والمسلمين. لكن أريد أن أسأل أستاذ نبيل، ثمة متغيرات حقيقية يشهدها الغرب وخصوصا أوروبا، هناك صعود يعني تدريجي لليمين الذي يوصف متطرف في أوروبا. إذا ما قرنا هذا الصعود لليمين الذي سيطر على عدد من حكومات أوروبا الغربية مع ما قاله، ما أشرت إليه قبل قليل، من المفكر عالم السياسة الأمريكي صموئيل هنتينغتون في كتابه الشهير صراع الحضارات، من أن هناك صراع حضاري حقيقي وأن الحضارة الإسلامية بمؤهلاتها تشكل تحديا حقيقيا أمام الغرب وخصوصا أمريكا، فينبغي الاحتياط من الآن. إذا ما قرنا هذا اليمين بهذا الكتاب وهذه الرؤية التي يمثلها نخبة من المفكرين الغربيين، ما الموقف المقبل من الإسلام في الغرب برأيك؟ يعني أعتقد أن الموقف المقبل من الإسلام هو موقف المفكرين الآخرين الذين لا نرصدهم دائما من منطلق الإسلامي ومنطلق الواقع، رؤية المفكر الآخر إذا صح التعبير. يعني بالنسبة إلى فرنسا، ذكرت قبل قليل ميشيل أنفري، ممكن نذكر مثلا فرانسوا بورغات الذي دخل أيضا في النقاش الأخير الجائر، إيمانويل تود ممكن أيضا في هذا المجال، في ألمانيا يوجد عدد كبير أيضا بهذه الصيغة. يعني هناك الواقع اتجاه فكري لفهم الإسلام، وليس فقط اتجاه فكري متشدد أو اتجاه سياسي وفكري متشدد تحت اليمين المضطرب. يعني دائما يوجد كثير من الأفعال السلبية، يجد الإنسان لها ردود فعل إيجابية أحيانا، كما ذكر الأستاذ قبل قليل أيضا في قضية الواقع الإقبال على اعتناق الإسلام في فترة الهجوم على الإسلام، فهناك دائما ردود فعل. أعتقد هذا يلعب دور كبير. أيضا ما ذكر قبل قليل من ناحية أن الجيل الجديد للمسلمين في الغرب غير الجيل الذي كان قبل 30 أو 40 أو 50 سنة. يعني آنذاك الواقع في فرنسا كانت بعد الاستعمار كان هناك استعانة ب يعني مستوى منخفض معيشيا اجتماعيا إلى آخره من شمال إفريقيا
في ألمانيا كان الأتراك بصورة خاصة أتي بها من أرض الأناضول من قرى أحيانا لا يذكرون التركية فضلا عن الألمانية. الآن الجيل الجديد جيل الواقع يمثل قدرة على التفكير وعلى البناء وعلى الصناعة وعلى طرح الأفكار، وهذا ما يمكن أن يكون فيه اندماج حقيقي وبدون ذوبان، يعني أن يكون هناك حضارة تعاون لتعارفوا وحضارة أيضا تعاونوا. نعم يعني هذا ممكن أن يكون الآن إلى حد كبير مطروح من الجانبين، نحن إلى حد كبير نغفل. عندما ذكرت أيضا هينغتون بكتابه صدام الحضارات لإنكار هذه الصيغة وليس للقبول بها والظن بأن كل شيء يجري من منطلق حضاري. للأسف في طرف المتشدد في الغرب والطرف المتشدد من جانب المسلمين أيضا في الغرب وخارج الغرب الواقع يتحرك التحرك يعني باتجاه صدامي، وهذا غلط. ولكن لا شك بأن هناك نسبة عالية من جيل الجديد من المسلمين وأيضا نسبة عالية من مفكرين أوروبيين ومن الجيل الأوروبي الجديد الذي يمكن أن يأخذ بالتطورات في اتجاه آخر غير الاتجاه الذي الآن نناقشه من خلال الأزمة الحالية التي أوجدها ماكرون بتصريحاته. طيب يعني هناك فريق من المفكرين الغربيين يتجهون إلى فهم وتفسير الإسلام وربما بسبب هذا الضوضاء الإعلامية حول الإسلام، لكن كم نسبتهم؟ يعني الذي يسيطر على المشهد السياسي وعلى يدير دفة الأمور إعلاميا في الغرب هو فيما يبدو من خلال الرصد أنه الفريق الذي ينحب باتجاه التصادم مع الإسلام خوفا على الثقافة الأوروبية التقليدية. سؤالي هو إزاء هذا الوضع أي مستقبل ينتظر المسلمين وليس الإسلام في الغرب، خصوصا وأنهم يوضعون أمام المدفع؟ يعني نبدأ بالصورة يعني دعنا نقول الدارك القاتمة جدا في العالم الإسلامي. كثير منها محروم من حريات التعبير والتفكير والإبداع والابتكار والتغيير والتطوير حتى لمفاهيمه وأفكاره الإسلامية. لذلك يتجه باتجاه ما ذكره الدكتور شبيب بأنه للتطرف وغيره قطعنا شوط كبير جدا. الآن نقلب إلى الغرب. الغرب يجب قبل أن نذكر سلبياته نذكر إيجابياته، أن البيئات الغربية تسمح لك بالتفكير، تسمح لك بأن تتطور، تسمح لك بأن تحاول أن تتغير، تسمح لك بالتأثير، تسمح لك أن تدخل في مواقع صنع. هذه القضايا التي الآن يتمرس فيها الأجيال الجديدة من أبناء المسلمين فتحت لهم بوابات كبيرة جدا، أنه رغم كل الهجمة علينا كجاليات مسلمة إلا أنه يمكننا أن نحدث شيئا. وهذا فارق كبير جدا بين الشباب المسلم في الغرب وبين الشباب المسلم في العالم الإسلامي. في العالم الإسلامي لا زال مقموعا مقهورا إلى آخره، فيعبر بالطريقة أيضا فيها حدة عالية وانفعالية غيره، وهذا يظهر حتى في قضية الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أن كل ما هذا يعكس الشباب سلبي، لكن أيضا هناك تيارات أيديولوجية متشددة متطرفة أو حسابات سياسية توجه عوام المسلمين وشباب الإسلام بأن هناك كفرا يجب قتاله جميعا في العالم كله وفي العالم الغربي، هناك عداء مستحكم. هذه قصة أخرى، لكن نعود مرة أخرى للشباب المسلم في العالم الغربي أمامه البوابة. الآن كم نسبة من ينفتح على المسلمين في الغرب؟ أقول لك من واقع معايشة، الكثيرون من الناس مستعدون أن يسمعوا، جيرانا وزملاء في العمل وفي الحارات وفي في الذي يركب في التاكسي وغيره وغيره، لكن لا زال حتى الآن أثر هؤلاء لم يصل إلى مواقع صنع القرار. صنع القرار أو صانعي القرار من يحبون أن يجنوا الأصوات ليعاد انتخابهم ويحصلوا على التأييد الحزبي لا زالوا نعم هم المسيطرين على المشهد، وهم من ينفقوا الأموال وهم من يفتحوا البوابات، وهنالك مجموعات تياراتية إيديولوجية وسياسية تسايرهم في الإعلام، تيار ليبرالي تيار كذا تيار كذا، لكن كل هذه لا يعني أن الصورة مغلقة، الصورة منفتحة. قد يأتي عندنا تيرنينج بوينت، نقطة تحول أو تغير، وهذه أقولها دائما عن واقع أمريكا، أنه رغم الصورة التي نراها بأن أمريكا هي داعم رقم واحد وكأنها أبدي لإسرائيل، قد يأتي علينا حين بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو زد أو نقص تجد أن السياسة الأمريكية تغيرت تماما. لماذا أذكر هذا المثال؟ أذكر أنه ليس هنالك مسلمات أنه إذا كانت الصورة قاتمة جدا هي طبيعة السياسة هكذا. لذلك فلنفرق بين عموم الشعوب وأنا أعتقد أنها لا تفهم الإسلام تريد أن تفهمه، بين ثقافتها أنها مستعدة أن تقبل آخر، نعم لديها استعداد لقبول آخر، لكن هنالك من لا زال يلعب على مخاوفها الحقيقية من تفوق هوية أخرى وعرق آخر ويأخذ وظائفكم وكل هذه القصص. لذلك الآن الصراع
أو الساحة مفتوحة على صراعات مختلفة، وهنا أشدد ممكن نناقشها لاحقا على دور النخبة المسلمة أو الإسلامية في أن تستفيد من هذه الفرصة. هي لا تملك أي قوة لا حكم ولا غيره، لكن لديها الحق والحقيقة، لديها رسائل سمحة عالي جدا، رسالة رحمة للعالمين، لديها أدوات مفتوحة جدا، الطريق فاتحة. هذه سنبحثها بعد قليل، لكن قبل ذلك أنا أريد أن أسأل أستاذ نبيل الآن، يعني حوادث فردية، مسلمون غاضبون، شتم نبيهم، يشعرون أنه شتم نبيهم فأرادوا أن ينتقموا له. المشكلة تكمن في التوظيف السياسي لهذه القضية ونعت الإسلام بأنه إسلام متطرف أو أنه إسلام يعيش في أزمة. السؤال الذي أتوجه به إليك، إلى أي مدى يمكن أن يجد المسلمون في أوروبا أنفسهم أمام أحد خيارين أحلاهما قد يكون له تبعات سلبية عليهم؟ إما الانحياز لقيم الحضارة الغربية العلمانية الأوروبية، وإما الانحياز لقيم الإسلام بما ينتج عن ذلك من تبعات عليهم تحملها في الغرب. إلى أي مدى هم مقبلون على هذه الخيار؟ يعني أنا لا أجد أن الواقع المسلم في الغرب أمام هذين الخيارين، ليس هناك خياران، هناك بين أمام المسلم وغير المسلم خيار واحد، وهو أن يلجأ إلى القيم التي تجمع الطرفين، التي تنشئ جسرا للتفاهم والحوار بين الطرفين المسلم وغير المسلم. الواقع يجب ألا نغفل أيضا بأنه داخل المجتمع الغربي من غير المسلمين توجد خلافات عديدة، وتوجد مواجهات كبيرة، وتوجد خصومات، وتوجد فليست القضية قضية الآن أن المسلم على طرف وبقية المجتمعات على طرف. المسلمون في الغرب هم فئة من فئات المجتمع القائمة، فئات متعددة، توجد كثير من الأشياء، كثير من القواسم المشتركة التي تجمع هذه الفئة من المسلمين مع الآخرين. أنت كيف تقول بمعنى أنه لن يدفع المسلمون إلى هذا الاتجاه، وقبل أيام في البلد الذي تعيش فيه شابا طبيبا لبنانيا يحرم من الجنسية فقط لأنه عبر عن قيمه الإسلامية ولم يصافح امرأة؟ نعم، يعني أنا لا أقول بأن الحالات الفردية غير موجودة، موجودة عند الطرفين، ولكن عندما نلصق ما يصنعه أحد الأفراد أو مجموعة أو حتى تنظيم، إذا صنع شيئا أن نلصقه بالإسلام نفسه، هذا الشيء الواقع الذي نواجهه والذي يجب أن نعمل على مواجهته بشكل أفضل. أيضا لا نصنع ذلك تجاه ما يصنع شاب مسيحي أو شاب غير مسلم من فئات أخرى أن يصنع تجاه المسلمين، نحو مثلا ما جرى في نيوزيلندا قبل فترة وجيزة، نعلم بأنه كان هناك ردود فعل إيجابية حتى على المستوى العالمي. عندما نناقش الأشياء الفردية نقول أفراد انحرفوا عن الطريق، تنظيمات انحرفت عن الطريق، لا نقول أن الإسلام الذي وضعوه عنوانا لهم هو الذي انحرف عن الطريق. هذا الذي نطالب به الغربيين أيضا بأن لا يصنعوا ذلك من جانبهم. والواقع عندما نطرح أشياء إيجابية ونحذر من السلبيات، يجب أن نجد بيننا وبين الآخرين الجسر الذي يجمعنا، القيم المشتركة التي تجمع. يعني الحقيقة الآن نتحدث عن حرية التعبير وكأنها شيء آخر غير حرية العقيدة. حرية العقيدة تتكامل مع حرية التعبير، والآن في الواقع نحن نتمتع بحرية التعبير هنا أكثر ما نتمتع به أو لا نكاد نجده في بلادنا الإسلامية أو العربية على الإطلاق. فيجب الواقع هذه القيم المشتركة مع الآخرين، حماية البيئة، قضية المناخ إلى آخره، نستطيع أن نجد قواسم مشتركة عديدة جدا التي تجمعنا مع الآخرين بشكل إيجابي. فإذا ركزنا عليها تصبح الحالات الفردية الواقع أقل. الآن نحن نركز مثلا على اليمين المتطرف وذكرناه أكثر من مرة. يا أخي نسبة اليمين المتطرف بأقصى حالاته، يعني بالانتخابات، ليس الواقع النخبة التي تشتغل على رأس الأحزاب، لا تصل إلى 10-15-20%. عندما تصل إلى 25%، لكن أستاذ نبيل صحيح أنها لا تصل، لا تتعدى 15%، ولكن عليك أن تقارنها بنسبتها قبل سنين خلت. يعني هناك رصد لتحرك حقيقي لليمين في المجتمعات الغربية ونسب متصاعدة. هي سببه الإسلام؟ الواقع هذا جزء فقط، يعني ليست مواجهة الإسلام هي الغرض الرئيسي من هذه، لذلك تجد أصائل شعبية. الواقع هناك نوع من التمييز الاجتماعي ما بين الفقراء والأغنياء، ما بين من يعملون ومن لا يستطيع أن يجد لنفسه عملا،
المتقاعدون والفئة الشابة الآن التي تدفع الضرائب وتدفع التأمينات الاجتماعية. يعني هناك تناقضات كبيرة داخل المجتمع الغربي أصبح أوجد قبل 20 قبل جيل واحد الفئة المتطرفة من اليساريين، والآن أوجد الفئة المتطرفة من اليمينيين. ولكن هذا لا علاقة له الواقع بالوجود الإسلامي بصورة مباشرة. هم يستغلون أحيانا الوجود الإسلامي، يعني النخبة التي تقودهم، المفكرون الذين يتحركون في المقدمة معهم. الواقع يجدون في الوجود الإسلامي فرصة للاستغلال، يقولون المسلمون يحتلون أماكن العمل ونحن نبقى شبابنا بدون عمل. يعني هذا الواقع عندما ننظر إلى الأرقام غير صحيحة، في ألمانيا حيث أعيش الواقع ينظرون فعلا إلى الأرقام ويجدون هذا غير صحيح، فلا يجدون مثل هذا التأييد الذي وجدوه في فرنسا مثلا أو في بلدان أخرى يعني من شرق أوروبا. طيب الآن رفع المسلمون سلاح المقاطعة، هل يكفي سلاح المقاطعة لفرنسا لوقف محاولاتها الربط بين الإسلام والإرهاب، وماذا يمكن للمسلمين أن يفعلوا؟ نبحث هذا بعد وقفة أخيرة تتبعها عودة لاستكمال الحلقة. أهلا بكم أستاذ صبري. الآن كيف تقيم ردود فعل أو أفعال العالم الإسلامي تجاه ما اعتبر إساءة أو محاولات لإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ على المستوى الرسمي المواقف سيئة جدا. كان بالإمكان للحكومات والحكام المسلمون أن يقدموا أفضل بكثير من ذلك بطرق رسمية وطرق هادئة وطرق بروتوكولية وبكل الطرق المتاحة. لماذا هي سيئة؟ تصريحات، مؤتمرات، مناشط، مواقف في هيئة الأمم، في مؤسسات الثقافية، قضايا كثيرة جدا. لكن سمعنا ماليزيا، باكستان، أنا أتكلم عن الإجمالي كله. أما هنالك بعض الدول بادرت وأسرعت قبل غيرها، مثل تركيا، مثل ماليزيا، باكستان، إيران لاحقا إلى آخره، معظمها حتى غير عربية. بعض الدول العربية التي أسرعت كانت مثل الأردن ابتداء والكويت. لكن نعود مرة أخرى، هذا على المستوى الرسمي. مستوى الشعوب، على المستوى الشعوري أعتقد أن الجميع يرفض ويكره، ويعني لا يؤيد مثل هذا الكلام. لماذا ظهرت قصة المقاطعة التي ذكرتها بالإعلام قبل المقاطعة؟ نعم. لماذا ردود أفعال العالم الإسلامي برأيك على المستوى الرسمي وصفتها سيئة؟ لماذا؟ رسميا هنالك إشكاليات كبيرة جدا في المجتمعات المسلمة، بين الحاكم والمحكوم، بين نظرة الحاكم لهذه المواضيع الدينية والرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام، لأنه قد يظن هذا الحاكم أنه إذا ما اقترب من هذه المواضيع فسوف تستغلها المعارضات ضده بطرق سياسية. في معارضات بدول العالم الإسلامي؟ المعارضات الصوتية موجودة. يعني ليس هل هي معارضات حقيقية لتشكل خطر على أي نظام؟ هذه قصة أخرى ليس مجالها. هذا سؤال مجال. يعني هذا سؤال. لكن من يحكمون لا يسمحون ولو بنفس، وأنا أؤيد طبعا في هذه اللحظة كل ما ذكره الأستاذ الدكتور شبيب وأرفع له القبعة، يصف كلاما دقيقا عن كل الأحوال التي ذكرنا لأبني عليها في موضوع ردود فعل المسلمين في العالم. بس قبل ذلك معذرة أستاذ صبري، يعني الأصل الحكومات في العالم العربي والإسلامي أكثرها حكومات فردية تقوم على حكم الفرد الواحد، وليس هناك معارضة ذات جدوى. من المفروض أن يقدم هذا الحاكم خطابا يعزز شعبيته وحكمه في البلاد وينتقد ما حصل من محاولات الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. الكلام يحمل متناقضات. هؤلاء الحكام والحكومات لم تأتي أصلا بتمثيل شعبي، يعني بالعام البلدي هي مش سائلة في أي تأييد شعبي، هي لا تبحث عن رضا شعبي. أنت كأنك تقول فليفعلوا بعض العلاقات العامة وأفلام الإعلام وكذا وكأنه يكسبوا شعبية، يعني هم أداء مش فارقة معهم الشعبية، مستعدين لطحن الشعوب والإساءة لها اجتماعيا واقتصاديا. فلماذا هم سوف يعني ينتصروا للمواضيع الدينية؟ هذه كأنه بتعطيهم
بتدخلهم على مجال آخر، لذلك ليس من أولوياتهم الدفاع عن مثل هذه الأمور. لكن عندما ارتفعت وتيرة بعض التيارات المعارضة في نقدهم والإعلام وبعض التيارات الشعبية، وجدنا بعضهم قدم بعض المواقف الخجولة المتأخرة البسيطة الشكلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا على موضوع الرسميين. على مستوى الشعوب هي تتخبط، هي تبحث عن قضية حساسة وعاطفية لتعبر عن كميات الضغط الهائل الموجودة بداخلها نتيجة لإساءات الحكام إليها. دعنا نتصور وضعا مثاليا، لو هذه الشعوب مرتاحة كما ذكر ضيفنا الفاضل وعندها حرية وتعبر وإنجيجد، يعني هي في عملية حوار مستمر مع الآخر ومع الثقافات ومع الحضارات، لما وجدنا مثل هذا التشدد أيضا في ردود الأفعال. لأنه لو بدأنا احنا خلق الإنسان وقبل خلق آدم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى سجل في القرآن وجعلها عبادة لنا نتعبده به قراءة القرآن، حوار ونقاش مع الملائكة سميه ما تسميه، ثم جاء الخلق، ثم جاء مع إبليس عندما رفض للسجود. نعم. ثم القصد أن الحوار قضية مهمة جدا، وربنا بنى الكون عليها من العلم والحوار واحترام الآخر وإعطاء الحرية الكاملة. الذي أريد أن أصل إليه بأن ردود أفعال الشعوب جزء منها لأنها محرومة من كل هذه الأمور، فتجد موضوع رمزيا عاطفيا مثل هذا الموضوع، وهذا ذكرته في خضم سؤالك السابق. هذا رمزيا عاطفيا أم ثمة من يجعله في مصاف العقيدة؟ هو في مصاف العقيدة، لكن هل دينك الإسلامي أو ديننا الإسلامي يسمح لنا بأن نقتل الإنسان لأنه رسم رسمة؟ هذه قصة أخرى، هو الموضوع ليس فقهي في ليس أيوة أيوة. نعم. يعني طيب. هو الشاب الذي الشيشاني الذي قتل الرسام، هل هذا صح إسلاما؟ هو مرفوض، من قال ذلك؟ ما هو له الحق أن يكفر، له الحرية أن يكفر، لكم دين. القصة كبيرة، لكن لماذا قام المسلم بمثل هذا الفعل؟ لأن الموضوع ليس مرتبط بحرية العقيدة والاعتقاد وأنه اعتدى على، هي مربوطة بقضايا طيب. كثيرة جدا، يريد كرامته، يريد حريته، يريد أن يثبت نفسه إلى آخره إلى آخره. نعود فقط لنربطها بالشعور الشارع، أن هنالك تيارات تستغل مثل هذه الأمور توظيفا إيجابيا أو سلبيا وتريد أن تحرك الشارع باتجاه، لكن هل هذا له نفس؟ وهل هذا سوف ينتج النتائج المطلوبة؟ نعم. تعبئة الشارع بطريقة إيجابية مطلوبة، طريقة سلبية يمكن أن نعرج عنها؟ طيب. لا أعتقد أنها طيب مطلوبة. طيب أستاذ نبيل، يعني الآن المسلمون سريعا، وحتى هناك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية، وهناك حركة نشطة لمقاطعة هذه البضائع، ويبدو أن الفرنسيين يشعرون بنوع من التأثر. اضطر الرئيس إلى الحديث باللغة العربية علما أنه أظهر ثباتا في موقفه بأننا قال لن نتراجع. في هذا السياق، هل يملك المسلمون اليوم في ظروفهم وأوضاعهم الراهنة أن يفعلوا أكثر من سلاح المقاطعة، أو أن يفعلوا شيئا من أجل وقف محاولات ربط الإسلام بالإرهاب؟ يعني دعني أقول بشكل صريح ومؤلم إلى حد كبير، المقاطعة لا يمكن عن طريقها أن يصنع شيء من الناحية، يجب لكن ممارستها، هذا لا يعني أنه لا نمارسها. الواقع المقاطعة كانت في فترة الانتفاضات الفلسطينية، في فترة الاعتداء، لماذا لا تصنع شيئا اليوم؟ إلى آخره، حدثت مقاطعات شعبية كثيرة. إذا لم تكن هناك الدول وراء تلك المقاطعة لا يمكن أن تعطي مفعولا حقيقيا مؤثرا، علما بأنهم عندما نقاطع يقولون لا يجوز المقاطعة أو كذا أو كذا، ونحن نعلم الواقع. يعني المقاطعات كلها ممارسات غربية. ماذا فعلت أمريكا مع الصين، مع كوبا، مع ليبيا، مع إيران، مع العراق؟ الواقع المقاطعات الاقتصادية موجودة. عندما نتحدث تجاه المستبدين بهذا الشأن الواقع يقول المقاطعة لا تجوز. المقاطعة وحدها لا تكفي، وإذا تحدثنا على المدى القصير يمكن الواقع أن تؤثر تأثيرا معنويا إلى حد لا بأس به. النسبة الحقيقية من التجارة والعلاقات الاقتصادية والعلاقات المالية لا تصنع من خلال المقاطعة التجارية للأغبياء أو الألبسة أو ما شابه ذلك، وإنما عن قضية التجارة بالسلاح، التجارة بالنفط إلى آخره. عندما كانت هناك مقاطعة على المستوى قطع النفط عن الغرب في عام 1973 في الحرب، كان لها تأثير مباشر ليس فقط على المجتمعات وإنما على الحكومات وعلى القرارات الرسمية. فالمقاطعة دون الحكومات لا تؤثر تأثيرا كبيرا، ولكنها تعبر عن موقف معنوي حقيقي، دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن الرموز الإسلامية، دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامتنا في هذا، كرامتنا نحن، من كرامة الرسول، كرامة الرسول محفوظة ولا تتغير من الإساءة إليه. الواقع لا يفيد.
لكن إذا رجعنا إلى الناحية الرسمية كما ذكر الأستاذ صبري، نحن لدينا الاستبداد، والاستبداد لا دين له، لن يدافع عن دين وإنما قد يستغل الأديان. لدينا الاستبداد لا عقلانية له. فإذا قلت والله قبل قليل من خلال السؤال أنه كيف نحرك هؤلاء من أجل أن يكتسبوا يعني شيئا من الشعبية وهم لا يملكون شيئا من ذلك على الإطلاق، نقول لا عقلانية في تصرفاتهم، فنحن لا نستطيع أن نجيب بعقلانية عن لماذا لا يصنعون هذا أو يصنعون ذاك. طيب فيبقى أما حقا لحظة واحدة تفضل. بالنسبة لإجابة سؤالك، الواقع ما الذي يمكن أن نعمل؟ يجب أن يكون هناك تواصل مع كثير من المنصفين من المفكرين من النخب في الغرب، هذه يمكن أن تنمو مع الزمن. أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بين نخبنا وأن ترتفع بنفسها إلى مستوى العالم ومستوى العصر ومستوى طرح القضايا، مستوى الطرح المباشر تجاه الشعوب ماذا تفعل. نحن الحقيقة نطالب الشعوب بما لا تستطيع، هي تصنع المقاطعة، تصنع المظاهرات. طبعا لا نتحدث عن عملية إرهاب والقتل وسواها، وإنما المظاهرات التي هي حقا طبيعي في كثير من الميادين، وهذا ميدان من هذه الميادين للتعبير عن نفسها والتعبير عن مواقفها، وهذا طيب. الواقع أقصى ما يمكن أن تصنعه في الوقت الحاضر. نعم. طب أستاذ صبري، من من المسلمين برأيك مؤهل القيام بدور ما لوقف مسلسل رهاب الإسلام في الغرب تحديدا، أو الترويج لهذه الظاهرة؟ من المؤهل؟ يعني أتكلم عن تجربة نظرية وتطبيقية من واقع أمريكا مثلا. عندما بدأت سبتمبر 11 وشهدنا تصاعدا حادا في أمريكا وفي العالم الغربي كله ضد الإسلام والمسلمين، في أمريكا وتحدث هنا خضنا مخاضات. في ذلك الوقت كنت أرأس مؤسسة للتوعية العامة والسياسية والتأثير والتغيير وغيره، وأنتجت في ذلك الوقت أول قانون في تاريخ أمريكا، حلال فود أكت، قانون الأغذية الحلال. وباراك أوباما كان شيخ صغير في شيكاغو إلينوي، جاء قال بدي أتصور معاكم أنتم قيادة المسلمين. والقصة هذا الانغماس المبكر مع الحفاظ على الهوية والثقافة والأهداف والرؤية، نحن بيننا كثير من المشتركات مع البشرية كلها ومع الإنسان ومع العالم الغربي ومع أهل الديانات يعني أهل الكتاب. الفكرة فلنركز على ذلك. من هو المطلوب منه أن يركز؟ وأضرب مثال أمريكا، التيارات أو النخبة الفكرية والسياسية والقيادية وأئمة المساجد يجب أن يرتقي المستوى إلى أعلى درجة، بحيث يفهم المسلم من هو كمسلم، وإذا أراد أن يكون داعية لإسلامه، هو داعية الإسلام ليس مجرد الذي بيعصب ومنزل للشارع وبصرخ وبغضب وإلى آخره، وهو يخالف الكثير الكثير. القصد الانفتاح الآخر، وقلت ذلك أنا من موضوع الحوار وتثبيته في ديننا، الأصل أن تكون محاورا. لكي تكون محاورا يجب أن تكون بين الناس منخرطا معهم، لا منعزلا عن نفسك في مساجدك ومؤسساتك وأطروحاتك متشددة وغيره وغيره. وهذا الخطاب ليس فقط على المسلمين في أمريكا أو في الغرب، وهنالك طبعا قصص كبيرة من النجاحات، منها مثلا أكمل المشوار وصول إلى بقل سنتين مثل ابني إبراهيم، أصبح نائبا في مجلس نواب في فيرجينيا، مع الحفاظ على هويته المسلمة والعربية والفلسطينية والأردنية وكل هذه القصص. القصد وقبلوه وصوتوا له وانتخبوه ليكون ممثلا لهم، ولم يراعوا أنه مختلف عنهم في دينه واعتزازه به أو في عروبته أو نصرته لقضيته مثل قضايا العرب والمسلمين. القصد أن الآخر منفتح إذا وصلته بصورة صحيحة. هذا في الغرب. في عالمنا أنا أتساءل مع نفسي، كنت قبل الحلقة، أين علماءنا ومفكريننا ونخبنا في أطروحاتهم الراقية جدا ليتصدوا لمثل هذه الأمور؟ الذي نجد أن هنالك تيارات مسيسة أو مؤدلجة أو حركات هي التي تتصدى لهذا الأمر، لكن أين النخب؟ أين؟ هل فقط اليوم أو البارحة يعقد مؤتمر وشيخ الأزهر يتكلم فيه وغيره؟ الأصل يكون عندنا آلاف وآلاف من المناقشين. وين أحمد ديدات وأمثاله وأمثاله؟ مثل هذه نحن بحاجة لها. إذا النخب عليها مسؤولة كبيرة جدا. الشعوب سوف تستجيب، شعوبنا، إذا وجدت أيضا مفكرين وقيادات جزء من هبوط أيضا الشارع العربي والإسلامي في هذه القضية على تفاعلهم، أنهم لم يجدوا من يطرح رؤية متكاملة ومشروع حضاري استراتيجي. ربما ثمت من يقول لك أن هذه الهيئات لا تستطيع أن تتحرك بسبب الأوضاع السياسية في الدول العربية. هذا الموضوع لن يحاربها أحد فيه. أختم مع الأستاذ نبيل بدقيقتين من فضلك. هل يمكن البناء على مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بغض النظر عن ما قيل من حيثيات حولها بأن ربما تكون مرتبطة بموضوع الأكراد، تنافس فرنسي أمريكي في سوريا، أو موضوع أذربيجان وأرمينيا، أو موضوع شرق المتوسط، بغض النظر عن ذلك، لكن الرجل دعا إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وعبر عن موقف متقدم جدا، هل يمكن البناء على هذه المبادرة لتشكيل موقف إسلامي ما؟
يعني القضية، أنا الواقع لا أدخل في قضية أردوغان وتفسير سياسته، لأن هذا يحتاج إلى وقت لا يتسع فيه المجال للكلام من خلال دقيقتين. نعم. هناك إيجابيات كبرى صنعتها سياساته بما في ذلك المبادرة التي ذكرتها، وهناك الواقع بعض السلبيات التي لا يمكن توضيحها إلا من خلال وقت أطول من ذلك. إنما أشير إلى سؤالك من زاوية أخرى سريعاً. وهي قضية الواقع أن جيل الشباب في الوقت الحاضر بدأ يعي ما لم نكن نعيه. عندما نطالب النخبة بعمل، يجب الواقع أن نضع أمام هذه النخبة الكبيرة التي صنعت بعض الأشياء خلال العقود الماضية أنها تحتاج الواقع إلى الانتفاضة من جديد، ليكون جيل، ليكون هناك صلة وصل بين الرسالة التي حملتها وأدت جزءا من المسؤولية. نعم. فيها، فتعطيها إلى جيل الشباب الذي يستطيع أن يصنع في عصر حاضر بوسائل العصر ما لم تستطع النخب الماضية أن تصنعه، من مستوى. نعم. العلماء والدعاة ومن مستوى المفكرين والإعلاميين وغيرهم. نعم، أرجو أن تكون قد وصلت الفكرة. أشكركم يا ضيفي الكريمين. معي في الاستوديو الدكتور صبري سميرة أستاذ العلوم السياسية، وعبر سكايب من بون في ألمانيا نبيل شبيب الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في حراسة الله.